السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. احنا النهاردة موجودين معاكم في مركز تجميل امنية السعداني. النهاردة عندنا فروع في 5 اماكن، عندنا في اكتوبر، عندنا في فيصل، عندنا في الهرم، عندنا في الحوامدية، عندنا كمان في مصر الجديدة. انا عن نفسي بروح في فرع مصر الجديدة ما شاء الله. انا جربت هناك كذا حاجة، وصحابي كمان جربوا هناك كذا حاجة. بصراحة الاقسام هناك كلها ما فيش قسم يقل جودة عن التاني. الهارد جل يمنى بتشتغل بحرفية قوي ما شاء الله، ايديها حلوة وسريعة وبتديك الافكت النهائي جامد جدا. خلينا نقول كمان على امنية السعداني. امنية السعداني بتعمل تنظيف بشرة ومايكرو بليدنج، انا مجربة معاها بصراحة، ايديها حلوة قوي وناتورال جدا، ما بتبقاش فيه اي حاجة اوفر، وطبعا النتيجة بتبان من اول جلسة مش من تاني جلسة كمان. هو عموما المايكرو بليدنج بياخد جلستين. كمان عندنا قسم خاص للرجال، كل حاجة تخص البشرة للرجال، من البشرة بقى والشعر وفرد الشعر حريمي، والرجاله كمان موجود معانا النهارده. على فكره عندنا اسعار مميزه جدا، هسيب لكم الرقم على الشاشه للتواصل معاهم، لازم تحجزي من قبلها. كمان عندنا ما شاء الله قلنا فرد الشعر، ازاله الزوايد الجلديه، وتفتيح الاماكن الغامقه في الجسم، وكمان عندنا اثار التقدم في العمر. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. مساء الخير، منوره. تعالي يلا، عايزين نقول يا جماعه ان احنا النهارده بجد عندنا شغل حلو قوي قوي. احنا مع امنيه السعداني، انت في امان، صح كده يا امنيه؟ صح طبعا. قولي بقى، احنا المكان هنا احنا في سنتر او مركز تجميل. مركز تجميل امنيه السعداني فيه كل التقنيات التجميل السطحي زي علاج الشعر من الفراغات والتساقط والثعلبه واي مشاكل في الشعر بتتعالج في المركز. وكمان بنعمل علاج للحبوب واثار الحبوب والتسبغات والكلف والنمش وكل ما يضر النفسيه في البشره. وكمان في تقنيه المايكرو بليدنج والشادنج والنانو. احنا مجربينه بقى، احنا مجربين حاجات كتير هنا، انا عشان كده قلت. الله يخليكي، احنا مجربين شغل كتير هنا، بس انا عايزه اقول ان احنا هنا المكان انت بتيجي تقريبا كل حاجه وليها عدد جلسات، انت مش بتيجي مره زياره. لا، هو على حسب الحاله، لو مثلا في مشكله قويه بتيجي كذا زياره علشان الحاله تتحل تماما، لازم تكملي للاخر. وزي ما انا هقول لك تستخدمي ايه، في ناس كتير جدا عندها نقص فيتامينات ونقص معادن في الجسم، عشان كده بيحصل لها مشاكل في البشره او في الشعر، فانا بحاول بقدر الامكان اعالجها بسرعه علشان الافكت يبقى احلى والدنيا تبقى جميله. دي غرفه السكين كير، تنظيف البشره عميق. احنا بنعمل كل تنظيفات البشره عميقه يا جماعه بالاجهزه علشان تفضل 20 يوم التنظيف باين وواضح في البشره. تعالوا معايا نشوف. لحظه واحده، هو احنا هنا ده فعلا بيحصل؟ ده قبل وده بعد يا امنيه؟ بيحصل فعلا، بس من تكرار الجلسات، وبيبقى بياخد من 3 شهور ل 6 شهور على حسب الحاله. ولو الحاله فيها دي حاله صعبه اللي احنا شايفينها دي، صعبه جدا، وبيخش معاها كمان الفريكشنال ليزر الحاله دي، يعني لو الحفر قوية جدا بتاخد فريكشنال ليزر اثناء الجلسات مع الدرمابني والتقشير العميق وتنظيف البشرة. غير كده بتاخدي النتيجة من بعد ثالث جلسة من الدرمابني، بتبقي مبسوطة جدا. يعني مش معنى كده ان انت مش هتبقي مبسوطة من اول جلسة، بس الافكت بيبقى باين قوي بعد ثالث جلسة. حلو قوي، هو الايفكت بقى باين من الاول على فكره. قولي. كمان في عندي قسم خاص للرجال فيه كل التقنيات دي، علاج بشره. حلو قوي. مختار السعداني هو المسؤول عن الرجال. ايوه، في كل التقنيات طبعا، بس بدون مايكرو بليدنج. لا، الحاجات دي بتاعتنا احنا، هم كمان هيشاركونا فيها. ايوه، بيتعمل فيها السكين كير كامل، وبتعمل علاج الشعر من الثعلبه والفراغات والتساقط وكل ما مهم قوي الموضوع ده. والحبوب والتسبغات والحفر للرجال، كل ده. طيب، في ناس من الحجاب او من كتر ما بيلموا شعرهم، شعرهم طويل، الشعر بينحل من قدام، يعني الجزء ده مبقاش فيه حتى البيبي هير، مش موجود. كل ده بيتعالج بالميزوثيرابي، ولا الموضوع وراثي، قرع وراثي. أيوة. طبعا مش برشح لهم اي علاج، لان ده بيبقى مدى الحياه ملوش علاج ولا ادويه، بيبقى مفضل ليهم الزراعه، ولازم زراعه لو انت عندك او عندك قرع وراثي، فلازم نبعد خالص عن الجلسات. لو في قرع وراثي ممكن نستخدم مواد بخاخه قبل النوم علشان الوقايه، بس ما تكترش الشكل، يعني شويه الشعر نحافظ عليهم اللي موجودين. ايوه، الموضوع ما يبقاش اكتر. ويبقى في المشكله. تمام، كنت هتورينا ايه؟ هوريكم بقى، تعالوا معايا هوريكم هنا العميله عملت خلاص تنظيف البشره.
دي اخر مرحله هو القناع الضوئي، وهنا الهيدروفيشيال كامل، دي الاجهزه اللي بنستعملها بقى. تمام ما شاء الله. على فكره ممكن توريهم الصوره دي يا شوشو، دي الرجال قبل وبعد. انا عايزه اقول لكم انا شفت بنوته هنا تقريبا حالتها زي كده بالظبط، والله يمكن كانت اكتر كمان الحبوب الكتير دي، وما شاء الله فعلا انتهت. احنا عندنا حالات قويه جدا بتيجي طبعا من الاهمال، بيبقى البنت مش عارفه تروح فين ولا تعمل ايه. تمام. فبعد ما بتسوء حالتها خالص بتبتدي تدور على النتيجه اللي ليها الحل الجذري. تمام ما شاء الله. انا عايزه اقول لك ان فعلا في ناس كتير بيجوا لك يقولوا امنيه ساعداني دي ادمان. الحمد لله، لان انا صادقه في كلامي وفعلا بديهم الافكت من اول جلسه واضح، والناس كلها بيبقى لفت نظر ليها. ايه ده انت عملتي ايه؟ ايه ده هو انت غيرتي حاجه في شكلك؟ انا هدخل الاوضه دلوقتي هقول رايي انا شخصيا، ان انا صابره بس كده لما ندخل جوه. في اي وقت يا حبيبتي. يا حبيبتي يا امنيه تسلمي. نروح نشوف بقى الشغل في الاوضه الثانيه. يلا بينا. هنا احنا في غرفه المايكرو بليدنج وعلاج البشره من الحبوب والتصبغات والحاجات اللي بتعمل مشكله نفسيه. تمام. تعالوا معايا اوريكم المايكرو بليدنج بيبقى عامل ازاي. شايفين هنا العميله ده النتيجه النهائيه، وهنا قبل النتيجه ما تتعمل. تمام. شايفين الافكت عامل ازاي، بيبقى أيوة. نورمال خالص. وهنا في ثعلبه في الدقن احنا بنعملها علشان الشعر اللي في الدقن يطلع برضو للرجال. تمام. وهنا طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين الحالات دي كلها بتبقى عندي في اكمي في البشره اللي هو الحبوب والحاجات دي كلها. وطبعا اي عروسه بتحب تعمل الحاجات دي يبقى لازم قبلها بست شهور. هو ده عايز ايه؟ هنا كان الشعر قبل الشعر قبل الفرد كان مجعد وفي موجه، وبعد الفرد بقى تحفه زي ما انتم شايفين. ده احنا هنا برضو المايكرو بليدنج مش كده؟ هنا مايكرو شادنج. مايكرو شادنج. تمام. انا عايزه اقول بقى على حاجه رايي انا كشيماء بقى. انا تقريبا بقى لي سنه معاكي، عملت ميكرو مره. الموضوع ادمان اول حاجه. تيجي مره يا جماعه طبعا على حسب بشرتك زي ما قلتي. ممكن توريني يا شوشو ولا الموضوع ممكن في حد يصورني يا جماعه؟ تعالي صوريني. تعالي يا كوكي. مساء الخير يا جماعه، منورين معانا النهارده امنيه حبيبتي. انا عايزه اقول لكم بجد بجد احلى شغل عندها. حاجه مهمه قوي بقى، انا اهو عامله وعامله طبعا هارد جل. هنا عند امنيه ساعداني الهارد جل عايزه ادي له حقه. ادي له حقه. كل حاجه لازم تدي حقها. شفت ناس عامله هارد جل مش بنفس الافكت اللي انا عامله بيه. الفينش مهتم، يعني بيهتم بيه جدا يا جماعه، لان الفينش بيبان في لمعه الصوابع، في المنحنى بتاع الضوافر، في كل التفاصيل. ويومنا بجد عامله شغلها صح قوي، وانا بحبك يومنا بجد جدا. امنيه بقى بالنسبه للمايكرو بليدنج، لا ايديها حلوه، اللون ثابت، بيقعد معاكي فعلا سنه. انا قعدت من سنه، يعني من دخله الدراسه، احنا اهو في دخله دراسه تاني تقريبا، يعني بعد الدراسه بدات بشويه، وادي اهو انا معاكم ما شاء الله الدنيا حلوه. ايدك سنة يعني فضل ثابت معاكي ومشي بعد قد ايه؟ يعني هي كانت عامله عندي من سنه ونص قد كده، ولسه مجدده السنه دي بالظبط. فهي تقول لكم قعد معاها قد ايه؟ لا قعد معايا بتاع سنه وشويه، عدى السنه، لان انا كمان يا جماعه في الشارع طول الوقت، طبعا وشي بيتعرض للحراره وكل حاجه تتخيلوها يعني. فلا بجد حلو، عجبني. في كميزه حلوه قوي ولاول مره اقولها لك بقى. على قد مستوى شغلك، مستوى شغلها ما يقلش جوده عن اي مكان تاني، ده حقيقي. على قد مستوى شغلك السعر هنا غير. انا بعمل عروض قويه جدا، بعمل عروض مدى السنه. بيبقى في عروض قويه بنوصل ل 50% كمان، وفي مراحل كمان بتوصل ل 75%، مش كل وقت زي الثاني. في اوقات بيحصل فيها العروض ب 75%. عايزه اضيف حاجه لكلامك، ان العروض ما بتستنيش الوقت لما يبقى مريح، لا انت بتعملي العروض في وقت ضغط الشغل، يعني قبل العيد كنت عامله عروض حلوه قوي. أيوة. وفي اوقات مهمه احنا بنبقى عايزين نعمل حاجه وبلاقيكي نازله بعروض. مع امنيه ساعداني انتوا في امان دايما، فعلا في احلى امان، وما تقلقوش خالص. وباذن الله بحاول بقدر الامكان اخليكوا القمر يبقى قمر 14، ومش هتندموا لما تزوروني. وطبعا بعد كلام شوشو هي عندها مصداقيه جامد في رايها، علشان هي مش اول مره تجرب، وهي جربت معظم الحاجه في المركز عندي. وعلى فكره في كذا فرع على مستوى القاهره والجيزه. أيوة. فهي هتنزل لكم في الاراء بتاعتها، علشان هننزل على المنتدى وهننزل لينك الصفحه بتاعتك، وتدخلوا على لينك الصفحه. ايوه هتدخلوا على الصفحه. حبيت النهارده تعمل الفيديو علشان الكل
يبقى مبسوط زي ما هي مبسوطه. عشان انا عندي عرايس، يعني احنا الحمد لله القناه عندي فيها عرايس امهات بتجهز بناتها، فكل بنت بتبقى عايزه قبل الفرح عندها مشكله في بشرتها. بجد انا بقابل الحاجات دي كتير قوي، فبتبقى عايزه تبقى احلى بنت في الدنيا، وهو اليوم ده بيبقى اهم يوم في الدنيا. فانا شايفه كذا واحده النهارده بسم الله ما شاء الله ربنا يتمم لهم على خير، يقول لك يا امنيه طب على تنظيف البشره، طيب انا وشي على الفرح هحس فرق؟ اكيد هتحس بفرق. انا كشيماء شفت ناس هنا قبل كده، دي مش اول زياره، يعني المايكرو بليدنج مرتين في السنه اللي هو مره والريفيل، لكن الهارد جل انا موجوده طول الوقت هنا. شيشو على طول موجوده عندنا عشان الهارد جل، فبالتالي بتشوف الحالات قبل وبعد دايما. ايوه بالظبط كده، على مدى الجلسات بتبقى شايفه الايفكت عامل ازاي. عايزه اقول لكم يا جماعه ما تنسوش تبقوا واخدين بالكم من بشرتكم تماما قبل الفرح على الاقل بثلاث شهور، لان البشره بتاخد وقت كبير علشان تتصلح، والميك اب يبقى ناعم ويبقى سامبل ويبقى مش كتير، لان احنا لازم نبان بطبيعتنا. الميك اب مش كل حاجه، لازم يبقى بشرتنا ناعمه علشان الميك اب يبقى ناعم، عشان ما يقولش الميك اب ده بيداري حاجات كتير. لا ده احنا نشوفها من غير الميك اب والكلام ده، احنا هنا معاكي كاننا حاطين ميك اب بالظبط، بعد تنظيف البشره، بعد المايكرو بليدنج، بعد اللاينر، بعد حاجات كتير قوي بنعملها هنا وبسعر حلو قوي. بنطلع فعلا، تفتكري اول مره جيت انا قلت لك ايه اول مره خالص يا امنيه؟ هو كان في الفرع القديم بتاع مصر الجديده القديم، بس انا نسيت والله يا شوش، انت ممكن تفكري. ما تفتكريش، انا اول مره جيت عملت الاثنين مع بعض، عملت المايكرو بليدنج والهارد جيل، حسيت بفرق جامد في وشي. قلت لك خلينا اقول الاول، قلت ايه ساعتها؟ قلت لك انا حياتي اتغيرت، عارفه من ضوافر مفيش بتطلعي ضوافر حلوه قوي مظبوطه. الفينش بتاع المايكرو بليدنج بتحسي الاحساس بقى اللي انا اقول لك اللي انا بحسه على وشي وعلى وش اي حد بيخرج من هنا من الاوضه، العين بتظهر، النظره بتتغير. انا بلعب على النفسيه يا شوش، وبلعب على حقيقي. النفسيه بيبقى الموضوع بيبقى نفسي اكتر من تجميلي يا جماعه، بيبقى الموضوع تبقي واثقه في نفسك اكتر. ايوه الثقة دي بتوصل من أول جلسة بتعمليها، بجد بيبقى الموضوع مختلف جدا معاكي بالنسبة للنفسية، لأن أنتي بتبقي في إهمال قوي كان قبل ما تعرفي أمنية، وبعد ما معرفتك بأمنية بيبقى بتبقي واخدة بالك من نفسك أوفر، تبقي خلاص أوفر صح؟ أيوه تبقي عايزة توصلي لليفل الوحش. وإحنا بنوصل أهو واحدة واحدة لليفل الوحش. واحدة واحدة الحلو تسلمي. بيبقى أحلى مع أمنية استعداني، مفيش مستحيل، مع أمنية استعداني انتوا في امان. تسلمي، مفيش احلى من كلامك. باي باي يا امنيه، تسلمي، نورك اكتر، تسلمي.